السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء. عدنا والعود أحمد من خلال تصفح ما ينشر في الفيسبوك. رأيت أنني نعود نرجع بهذا البث المباشر للتواصل مع زملاء السائقين المهنيين على وجه الخصوص، ولأطمئن الرأي العام المغربي بأنه الأمور بخير وعلى خير في معبر القرقيرات، وبأن الأمر تعلق بواحد الحملة ديال حرب وهمية ما كيناش، غير موجودة، هي فقط موجودة في المخيلة ديال بوليزاريو اللي منذ نهاية هذا المشكل المفتعل في المنطقة اللي ما بين المغرب وموريتانيا، منطقة القرقيرات. من نهار اللي المغرب أنهى هذا المشكل ودار حل نهائي، وهما كيجيبوا صور من حروب قديمة، حروب أيام حرب العراق، حرب ديال الدول اللي هي بعيدة عن المنطقة، وتجيبوها ويحطوها على أساس أنها حرب في القرقرات وبأن هناك انتصارات وإلى آخره، وهذا الشيء هذا لا أساس له من الصحة. الأخ اللي تيقول لي كاين تسجيلات، التسجيلات حتى أنا وصلني واحد الكم هائل ديال التسجيلات. هاد الناس ممكن يكونوا واحد العشرة ديال الجمهوريين جالسين في اسبانيا كاريين شي بريتش ومجموعين كاملين فيها، وكل مرة واحد كيشد التليفون وكيسجل أوديو وكيصيفطو وكيتناقلوه مع الاصدقاء ديالهم، وكيبقى بحال واحد لابول دو نيج غاديه وكتكبر كتكبر حتى كتولي واسعه الانتشار وكتوصل لعدد كبير ديال الناس. اذا وصلنا قبل قليل فيديو ديال السيد متواجد في عين المكان في القرقرات كيتكلم مع الناس وكيصور المنطقه، المحلات التجاريه محلوله، الناس كتبيع وتشري مع راساتها، الامور يعني ما كاين حتى شي حاجه. الاخ تيقول وجه كلمه للسائقين المهنيين، انا هذا هو الهدف، انا كتبت واحد المنشور ولكن قلت بانه يمكن فيديو غادي يوصل بسرعه اكبر للسائقين المهنيين. الاخ عبد الله حليم، حتى لنفرض ان تسجيلات حقيقيه اللي مسموح ليه باش انه ينشر اخبار بحال هذه هي المؤسسه العسكريه. دونك هانت ها واحد قال لك السيرة المخزنه ركع لسيدك. شفتي؟ اذا هما متواجدين بشكل مكثف، انا ما غنمسحكش، ما غنبارطاجي، جلس تاخذ نقي الودنين ديالك معنا هاد العشيه هادي. قلت بان اللي مخول له باش انه ينشر اخبار بخصوص اعتداء مسلح أو القيام بعملية مسلحة هي جهة واحدة، هي المؤسسة العسكرية، هي اللي كتقدر تخرج بلاغ في هذا الشأن هذا، وبناء على هذا البلاغ وسائل الإعلام كيمكن لها تكتب مقالات أو تنشر أمر من هذا القبيل. وهي جيتي أنت كمواطن عادي وبناء على واحد الأوديو ولا واحد الفيديو شديتيه وحطيتيه وقلتي بأن راه حرب كاينة كالكوبار وبان راه المدافع والقنابل و الى اخره، وانت لم تعاين هذا الامر ونشرتيه، راه ممكن غدا بعد غدا تتم متابعه ديالك في محكمه عسكريه. اذا هاد وسائل التواصل الاجتماعي هي سيف ذو حدين، هي مزيانه لاننا كنتمكنوا من التواصل فيما بيننا، ولكن حذاري ثم حذاري انه يتم استغلالك واستعمالك كاداه لترويج الاكاذيب ديال بوليزاريو. باقي كتذكروا الفيديو اللي داروا راضي الليلي مع داك خينا ديال الجزائر، قال له خبر عاجل خبر عاجل الان خبر عاجل، يعني لدرجه ان راضي الليلي براسو ما تيقش الخبر العاجل ديالو. الناس الان بكثره الصدمه بكثره ما صافي يديهم تكتفوا، بقى عندهم ما غادي يدار. صافي المغرب خدا المنطقه، كانوا مره كيدوزو كيتبحروا كيمشيو كيوصلوا للبحر كيعوموا كيعاودوا يرجعوا ما كيهضر معاهم حد، دابا ممنوع. صافي المنطقه العازله ولات ديال المغرب وسالينا. اذا واحد الاخ قال كاين الرعد. اذا هذا الرعد هذا اللي كاين يمكن ان شاء الله غادي يطيح الشتاء من بعد، خداو على اساس انه قصف الى اخره. اذا ما بقاش عندهم شي حاجه اخرى ما يضيفوا ولا ما يديروا الا الكذوب،
يعني كياخذوا صور ديال شي حروب اللي هي في اماكن بعيده، وكيجيو كنصر اقول لك النصر لفلان وفعلنا وتركنا. انا صيفطوا لي حتى قال لك راه بان القائد فلان الفلان العسكري هو الذي قام بالعمليه وقاد الجنود البواسل والى اخره. كيعطيوك مثل هذه الاخبار علاش؟ باش تنوض انت تبارطاجيها وتساهم في ايصال الاكاذيب ديالهم. اذا التحذير ديالي هو للسائقين المهنيين، لان المساله انتشرت كالنار في الهشيم بين السائقين المهنيين. الشافر عندهم دي جروب في واتساب كتلقى فيهم المئات يمكن الالاف ديال الناس، معلومه كتحط كتشوف هاد الاعداد هذه كامله، وكتلقى هذاك الشخص داخل في مجموعات اخرى في جروبات اخرى كيهزها كيبارطاجيها عاود في جروب اخر. فالمعلومه في ظرف يعني ساعه من الزمن كتكون وصلت لمئات الالاف ديال الاشخاص. اذا حذاري ثم حذاري من انك تصبح واحد الاداه كتساهم في ايصال المعلومات الكاذبه حول امر يتعلق بالامن القومي لبلدك. المساله خطيره جدا، سواء كنت في المغرب ولا في كندا ولا في امريكا ولا في فرنسا ولا في اي دوله من دول العالم. المسائل الحساسه، مسائل متعلقه بالامن، متعلقه بالقوات المسلحه، بالجيش، هي من اختصاص الناس ديال الجيش. دونك واخا توصلني معلومه بانها كاع مسجله ومقاده ومصاوبه، انا ما بارطاجيهاش. النهار اللي تخرج في لاماب، تخرج في وسيله الاعلام الرسميه ديال الدوله، يخرج بلاغ ويخرج رجل ديال المؤسسه العسكريه اللي كنعرفوه كيتكلم وتيقول لنا ها وقع وها وقع وها وقع، هذيك الساعه الخبر اصبح خبر اللي هو صحيح ويمكن تداوله. ولكن قبل هذا حذاري ثم حذاري انك تحط راسك في موقف اللي غدا بعد غدا تلقى راسك متابع بقضيه اللي هي ثقيله جدا وفيها عشرات السنين ديال السجن. اذا النداء لكل السائقين المغاربه، راه ماشي لان واحد داير فيديو ويرتعش، الو مليكه راه طاح واحد الصاروخ حدانا وراه شويه وراه ما كنا متنا، زعما هذا كيتكلم مع مراته ومراته شدات داك التسجيل وصيفطاتو. راه مجموعه ديال خمسه الناس كارين بيتس في روما، في ميلانو، في مدريد، ولا في برشلونه، ولا في شي بلاد من بلدان العالم، وجالسين ومطلعينها غير بيناتهم كيسجلوا واحد فيديو اوديو كيصيفطوا لصاحبو حداه، والاخر كيبارطاجيه في واحد الجروب، وهالاشاعه طلقت. اذا ملي يخرج الخبر في القنوات التلفزيه المغربيه الرسميه، ويخرج الناطق باسم الحكومه ويتكلم عليه، ويخرج رئيس الحكومه ويتكلم عليه، وتخرج المؤسسه العسكريه ببيان، هذيك الساعه كيصبح الخبر اكيد بالنسبه لي انا كمواطن عادي، ونقدر ننشرو عندي في الجريده ديالي اولا بارطاجيه في صفحه ديال الفيسبوك. ولكن فقط لانه جاني اوديو، واخوتي وراه كنا واقفين وطاح الصاروخ حدانا وحنا رحنا هربنا والاخرين باقيين حاصلين الى اخره، مثل هذه الاشياء ما كتبارطاجاتش وما كنصيفطهاش للناس، لان انت صيفطتيها ليا، انا شديتها صيفطتها لواحد الشخص اخر، داك الشخص الاخر صيفطها لجهات اخرى. التسلسل ديال هذا الميساج هذا كيبقى مسجل. الى تصاب بانك واحد من الناس اللي ساهموا في الترويج لهذا الفكر هذا ولا لهذا الاخبار الكاذبه هذه، تتحمل مسؤوليتك في ذلك. اذا حتى لنفرض ان هاد بوليزاريو قاموا بالهجوم على المنطقه، اذا مازال كيجيوني ميساجات ديال الناس اللي هما في عين المكان اللي تاكدوا بان الامور عاديه في منطقه القرقارات، وبانه الاخبار التي يتم ترويجها الان، راه كاينين الناس دابا كيكتبوا في التعاليق كيكتبوا هذا الخبر صحيح وراه الحرب نايضه الى اخره. حتى لنفرض انه كان هناك اعتداء من طرف بوليزاريو لا قدر الله في الايام القادمه ولا الاسابيع ولا الاشهر القادمه، هادشي هذا راه يصب في مصلحه المغرب. المغرب سلام على المشكل، لأن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وأي اعتداء ديال بوليزاريو كيتسمى اعتداء ديال طرف على طرف آخر. ولكن إذا كانت مرادة ما بين الطرفين كتولي هناك حرب، يجب على الجهات المسؤولة والمختصة في على الصعيد العالمي أنها تدخل. المغرب
يتابع الوضع عن كتاب، الامور بخير وعلى خير، ما كاين حتى شي مشكل. والنهار اللي غيسخن عليهم الراس وغادي يطلعوا يتعداو على اي منطقه من المغرب، المغرب راه عنده عرام ديال وسائل الرد وسائل الردع الى شاف بان المساله تتطلب ذلك. ولكن لحد الان الامور هانيه بخير وعلى خير، الناس خدامين كيبيعوا ويشريوا في القرقارات، منطقه القرقارات باذن الله غادي تصبح منطقه عالميه، غادي تصبح واحد لي شانجور ايكونوميك كوميرسيال اللي كيربط ما بين الشمال والجنوب على شكلات مدن بحال مدينه لاريدو في مدينه في ولايه تكساس الامريكيه، اللي هي مدن كبيره وضخمه جدا، الاقتصاد ديالها كامل كيتوقف على هاد المحلات اللي كتجي فيها السلع ديال الشمال كتحط فيها، وكتجي فيها كتجي السلع ديال الجنوب وكتحط تما، والسائقين كيتبادلوا بيناتهم السلع، اللي في الجنوب كيرجع للجنوب ديالو، اللي في الشمال كيرجع للشمال ديالو، والمدينه كتعرف واحد الازدهار وكتعرف واحد الرواج اللي هو كبير. عاشوراء. اذا المهم الرساله اللي بغيت نوصل انا من خلال هذا الفيديو هذا، لان كنقتربوا من 500 متابع، وهذا هو علاش قررت انني ندير فيديو، لان الميساج غادي يوصل وبغيت يوصل للسائقين المهنيين. لي زوديو اللي كيوصلوكم ديال الواتساب خليه يوقف عندك، هذا هو الهدف ديالك، يكون هو ان الاوديو يوقف عندي انا، نشدو نمسحو سالينا. غدا في الصباح ملي غادي تكون شي حاجه اللي هي حقيقيه غادي تصدر عن وسائل الاعلام الرسميه، انت ما تكونش وسيله لايصال هاد المزاعم وهاد الاكاذيب ديال بوليزاريو، لان الحاجه الوحيده اللي بقات بين يديهم اللي يقدروا يديروها الان هي هاد النوع هذا من الاخبار الزائفه، اللي خاصنا نردوا البال ما نوقعوش في الكمين ديالهم ونساهم في ترويجها. ها هو الاخ عبد الكريم كيقول لك انا الان في الداخله، الكاميونات داخلين خارجين الحمد لله، الامور عاديه، الصواريخ الورقيه دونك كيصاوب الصاروخ ديال الكاغيط وكيصيفطوه كيطيح حداهم. قال لك طلقونا عليهم خلينا نتفرجوا عليهم. انا وصلوني حتى انا لان انا قلت لكم هاد واحد كيسمع الاوديو تيقول لك لا لا راه حقيقي وراه شيفور لي صيفطو، وانا نخرج دابا في الطوموبيل ديالي نبقى غادي كنسوق وكنسجل اوديو، خوتي راني في الكاميو دابا وراه واقع وفاعل وتارك الى اخره، ومشى داك الاوديو بقى كيدور لا لا واحد الشيفور راه بصح وبالنيه، وهذاك اللي صابو راه يمكن في كوبنهاغن ولا في روسيا ولا في شي منطقه من مناطق هاد العالم هذا، يعني ما كاينش حتى في المغرب. اذا ردوا البال من هذه الاخبار الزائفه ونوضعوا لها حد عندنا. الخبر الزائف اللي وصلني يوقف عندي ما يزيدش يستمر. اذا الاخوه اللي كيصيفطوا لي في واتساب ما نقدرش نفتحوا الان، لان الاخ تيقول بن يوسف هذه صواريخ افتراضيه، لان هذا هو الخيار الوحيد اللي بقى امامهم، هو انهم يطلقوا مزاعم كاذبه ويطلقوا اشاعات كاذبه ويصدقوها، ومن بعد يعقدوا امل على ان المتلقي لهذ الاخبار هذه حتى هو يصدقها. يا ربي تحفظنا من صواريخ بوليزاريو قتلونا غير بالضحك. شوف الجرائد، شوف الا كان شي جرائد الكترونيه تؤكد هذا الخبر وتنشر الخبر، يعني رغم انه لم يصدر عن الجهات الرسميه ولم تؤكده المؤسسه العسكريه، لا يؤلمون الا انفسهم وخاص الجهات ملي انت كتصورها انت كسائق ديال الشاحنه غادي طالع في اتجاه الشمال وكتشوف واحد العدد كبير ديال الشاحنات العسكريه نازله في اتجاه الجنوب، وكتبقى كتصورها واخوتي راه شعلتها مرة هابطي، اذا كتقدم واحد الخدمه اللي هي مجانيه للاخر. وما يدريك ان القوات المسلحه المغربيه هابطه ما باغات حتى شي واحد يسيق لها الخبر، كتولي انت كمواطن مغربي تسيء الى بلدك من حيث لا تدري. اذا كل ما يتعلق بالعسكر، كل ما يتعلق بتحركات الجيش ما كيتصورش ما كيتبارطاجاش، حتى الاليات ولا العتاد ولا المعدات اللي كيتوفر عليها الجيش المغربي من المفروض انك ما تصورهاش وما تنشرهاش، من المفروض ان الطرف الاخر ما يعرفش القوات المسلحه الملكيه اشنو عندها او لا اشنو كتحرك.
اذا انت بالتصوير ديالك وبالنشر ديالك كتساهم في الاساءه الى البلد ديالك، الى الوطن ديالك. طب حط شي تفصيل ديال الكرعين ولا ديال العدس بالقديد وتصوره وبارطاجيه مع خوتك مزيان، ولكن كل ما يتعلق بالمؤسسه العسكريه يدخل في اطار ما هو سري يجب عدم تقاسمه مع الاخرين. باعوا البوليزاريو الحراقيات. اذا الاخوان نتمنى انكم توصلوا هذه الرساله للزملاء السائقين المهنيين اللي هما على الطريق، لان شيء طبيعي ان السائق المتوجه لعين المكان يصيبه بعض الهلع من كثره هذه الرسائل اللي كيتوصل بها. نتمنى انكم توصلوا هذه الرساله ديال عبد الرحمن العذراوي لكل الزملاء السائقين المهنيين. الامور راها بخير وعلى خير في منطقه القرقيرات، وحتى لا قدر الله وقع مكروه، قوات المسلحه الملكيه عندها ما يلزم من اجل اعاده هذا البوليزاريو الى حجمهم الحقيقي والى مكانهم الحقيقي. تبارك الله عليكم، ليلتكم طيبه، الى اللقاء.